كل إنسان له عنوان، وكل إنسان أيضا يحتفظ بذاكرته بمشاهد يألفها ويحبها كثيرا، ومن ضمن جغرافيات يشتاق إليها. أنا شخصيا أعشق مكان وعنوان أحبه كثيرا، وهو مرسم وليد قرصلين. أنا كأخته لوليد، هو بالنسبة إلي الماضي الجميل، ماضي الطفولة وأيام الحلم الحلوة بشقاوتها وبمصداقيتها وببراءتها. وليد قرصلي أنا بعرفه طبعا من زمان كتير يعني، وبتصور وليد في عنده شغل كتير حلوة أنه نحن دائما بناخد منه. وليد شخص أعطى الحياة معنى، مو بس بالنسبة إلي، بالنسبة لكثير من الأشخاص المحيطين فيه. وليد أستاذ في فن الحياة، عندما رفستني الحياة في روحي كنت أتعالج عنده. بالنسبة لي وليد هو أول أستاذ. أهم ثلاثة كلمات ألخص وليد فيها: متميز، موهوب، محبوب. كل ما أكون حاسة حالي ضعيفة وحزينة بيجي لعنده، بستمد كتير الفرح والقوة منه. كتير برتاح لوليد، ما بحس إنه في حواجز، بحس الحكي معه مريح، في أريحية دائما بالتعامل معه. هو كإنسان شفاف جدا، صدوق. وليد قارسلي فنان غزير العطاء، فنان دمشق الأصيل. لما بدنا نحكي عن وليد أو عن فن وليد بالأحرى، أول شيء بيحضر للذهن أو قدامنا هو قدرته الهائلة على الخيال. عندما أتطلع إلى وليد قارصلي أكتشف كم نحن مقعدون، وكم هو قادر على أن يتجاوزنا. بسنة 70 انتقلت على موسكو مشان متابعة دراسة العليا في الفيزياء النووية، ولكن بعد الحادث مباشرة اضطريت لأني أحول لدراسة العلوم الإنسانية ومنها تاريخ الفن بسوريا. كنت بدي اغتنم الفرصة أنه ألف شيء أو أكتب أي موضوع عن مسيرة والدتي الفنية. وأثناء دراستي لتاريخ الفن كان عندنا استوديو لممارسة الفنون العملياً، وهيك بديت الرسم بشكل مكثف يعني، واعتبرت انه الفن التشكيلي هو مهنة لي. برغم حصاره من شروط الطبيعة التي حدثت بالصدفة، كانت الإرادة وحسه العالي بالجمال وسماحة وجهه وطيبته أنتج أعمالا سعد بها وأفرح الآخرين بها. أيوة بعرفك من رنتك. مرحبا. سلام. كيفك؟ شو أخبار رسا؟ عم استناك نسوي اللوحة الكبيرة اليوم. إليكا؟ إيه. دبي وتركيا. وطن الشخصي. من أول ما بلشت احترف الرسم حاولت اعود حالي على انه ارسم اللوحه من جميع الجهات، يعني ممكن مقلوبه ممكن مسطحه، المهم اللي هي حفظ البقعه اللونيه وين لازم تكون او اللغه التعبيريه كيف لازم تكون. دائما انا وقتي مليان،
ما عندي وقت فراغ اطلاقا، وما بعرف كلمة الملل اطلاقا موجودة بقاموسي. دائما عندي شيء اشتغله، والراحة بالنسبة لي هي عبارة عن انتقال من شغلة الى اخرى، الكتابة والرسم، الشعر، التلفزيون، الموسيقى. بتصور انه ما عم يكفيني 24 ساعة باليوم. الأمر الذي أثار دهشتي في تجربة الفنان وليد قارسلي هو افتقاده لتلك المسافة الضرورية بين الفنان وبين لوحته التشكيلية لحظة الخلق. هناك الفنان قد يضطر لعدة خطوات إلى الوراء. هذه الخطوات البسيطة والقليلة إلى الوراء قد تدفع الفنان لأن يغير الكثير من تفصيلات لوحته التشكيلية. بالنسبة للوحة الكبيرة دائما بتعذب الفنان بقضية الرؤية والنظر من بعيد. أنا دائما بستعين بزوجتي أو بصديقي عماد، بنحطها لبعيد شوي، بحفظ شو لازم يشتغل وبعدين برد برجع بمارس العمل فيها. لا أبعد أبعد إلى هنيك. مجرد تعلمي اللغة الروسية سمح لي الفرصة أنه ترجم بعض أشعار لليرمانتوف ولبوشكين وللشاعرة أخماتوفا. فيما بعد بلشت أكتب بعض الخواطر الصغيرة اللي معروفة تحت اسم منمنمات فكاهية أو مرحة. كتبت بعض القصص القصيرة، بعض الأشعار طبعا، وما كله انتشر أو نشر بس جزء بسيط منه. دمشقيات، أنت كما عرفتك دون كحل على عينيك، أنت والحب والجوع وجوع الحب في نهديك، أنت والغار والصبا الملتاع بين يديك، لك الشام بلى وكل عبيد الأمس والبيك، هذا فؤادي خذيه يحاكي سطح خديك، خذي بحرا يموج بالإعصار مخضرا يناجيك، لا تخفضي رأسا ما اقتحم الغزاة شبرا من أراضيك. شيء مدهش أن تجد كل هذه الأزهار وكل هذا الجمال الطبيعي في لوحات فنان لا يغادر منزله إلا مرة واحدة في العام أو كل عامين. بالنسبة لخروجي عادة من البيت للهواء الطلق، سابقا كان أسهل من هلا بكثير. بطلع مرة واحدة من خلال 3 أشهر 4 أشهر ما بطلع مرة برا. بس مع ذلك يعني عندي نافذة كبيرة وهي التلفزيون، عندي نافذة أكبر هي أصدقائي اللي دائما بيساعدوني بيجيبوا كتب أو أفلام أو سهرات الجميلة والمتنوعة. لذلك بالنسبة لي المخزون دائما بيكون كتير كبير. بس أنا بالنسبة لي يعني ما بشعر بأي انعزالية أو حرج بهالشيء هذا بسبب هدول النوافذ الكبيرة الموجودة عندي. كيف ما بدور تحس وليد قاعد معك، لأنه له حضور كتير قوي وخاصة بعد ما يغادره الإنسان. أنا ما في مرة غادرت وليد قارسلي
إلا ترك بداخلي أسئلة عن حياة كثير كثير عميقة. للقضاء على الطفيليات الضارة يستخدم غاز بروميد الميثيل، والذي يقتل كل شيء حتى البكتيريا الصديقة. إضافة إلى ذلك تنبعث منه غازات إلى الأجواء تدمر طبقة الأوزون. وليد فنان متعدد المواهب، يرسم بالموسيقى ويرقص بالألوان، وهو إنسان مليء بالحياة أكثر من كل الذين يملؤون الشوارع والدروب بالصخب والحركة. كثير بعتز بصداقتي مع وليد، بتمنى انه عن جد تدوم صداقتنا، وبتمنى انه مشاريعنا الفنيه تصير، لانه كثير عنده شيء حلو، عنده اغاني حلوه، وبتمنى انه ننجزها. كيفك؟ مية تهلين، من زمان ما شفتك. والله شفت لك، معقول؟ خلصوا بروفاتي؟ خلصوا بروفاتي، انا حكيت لك على الاغنيه ما؟ حكيتي لي بس ما سمعت انا. ما سمعتها، بحكي لك عنها. تفاصيل لا بدي اسمعها بدي اشوف. كثير تنفذت حلو، كثير تنفذت حلو. هاي لوحة جديدة؟ ايه هدول كل هدول جداد اللوحات. يعني هلأ خلصت غنيتي انا؟ ما جاهز الغني واللحن جاهز كل شيء. ايه بس عم استناك انا حتى تخلصي انت. اسمعي هلأ كيف تفوت، اول شيء مقدمة كونتر باس. طيب هاي ما رح حطها هي لانه طويلة شوية مشان المقدمة طويلة. ايه بعد منها بيجي المقدمة الميلودي. طيب وبندخل فورا بالليل فورا دغري. تذكري طيب خلينا نجرب هلأ ما يعني ايه بتذكري الكلمات. طيب. هاي بقدمه لانه كل مره بتتغير الكلمات شوي بس بينعاد نفس اللحن.